استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أورسولا فاندرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية حيث اكد السيد الرئيس موقف مصر بضروره الوقف الفوري لاطلاق النار في غزه وحمايه المدنيين وضمان ايصال المساعدات الاغافيه لاهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناه انسانيه هائله مشددا على ضروره اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده في هذا الشان ومستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق الى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين واجلاء الرعايا الاجانب من جانبها عرضت رئيسه المفوضيه الاوروبيه تقييمها لتطورات الاوضاع في غزه واكدت تقدير الاتحاد الاوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد كما شدد السيد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا او بالتهجير خارج اراضيهم لاسيما الى الاراضي المصريه في سيناء وهو ما اتفقت معه رئيسه المفوضيه الاوروبيه مؤكده الموقف الاوروبي برفض التهجير واكد الجانبان ان الحل الوحيد للقضيه الفلسطينيه يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على اساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدوليه المعتمده وذكر المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء تطرق ايضا الى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقه وتم الاتفاق على مواصله العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها الى افاق ارحب في مختلف المجالات